يا حبايبي الأبطال، مساء الخير. ودلوقتي بستعرض معاكم من الكمبيوتر إزاي تحمل أو تعمل داونلود لقوالب البحث الجاهزة اللي قدمتها الوزارة، زي ما قال وزير التربية والتعليم. بص معايا كده في موقع وزارة التربية والتعليم، موقع وزارة التربية والتعليم، ركز معايا على طول وبسرعة كده. هننزل ننزل ننزل لتالت اختيار، قلنا مواضيع المشاريع البحثية، مواضيع المشاريع البحثية، بضغط عليها بيفتح لي في الموقع المشاريع البحثية اللي بالشكل ده، بيقول لي المعايير، وبعد المعايير القوالب. أنا عندي مثلا هختار المرحلة الابتدائية مثلا، واختار الصف السادس. في كل مرحلة من دول تقدر تفتح المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، وهنا تقدر تختار الصف أول تاني تالت رابع خامس سادس، وأول تاني تالت إعدادي. ركز معايا كده بسرعة. هختار مثلا السادس. هنا بيستعرض معاك المواضيع، هنا لو عايز تشوف خطة أو المشروع أو السؤال عايز منك إيه. هنا بقى القالب نفسه لو عايز تعينه تشوفه، هنا لو عايز تحمله، هنا لو أنت عايز تعينه وتشوفه بالشكل ده هتضغط هيبان لك بالشكل ده اللي قدام منك دلوقتي، اللي هو بيقول لك مثلا الموضوع الأول السياحة، والعنوان والرقم التعريفي والموضوع، بيبدأ يحمل بالشكل ده الرقم والموضوع وعناصر الموضوع. ركز معايا. طيب ده تقدر تكتب عليه؟ لا طبعا، انا عمال لو انا ضغطت دلوقتي على الصورة اهو ما بينليش حاجة، على هنا برضو ما بينليش حاجة. طب بيعمل ايه؟ لان دي صورة عادية، دي صورة عادية PDF. تمام، هقدر اكتب عليها؟ لا طبعا. نروح راجعين. لا انا مش عايز ابص بس، انا عايز اعمل داونلود. فبعمل هنا داونلود لغاية ما بيحمل لي الصورة البحثية بتاعة المشروع بتاعي. حمل الصورة، لما بيحمل الصورة بيفتحها لي كأنها من صفحة ويب بالظبط. صفحة ويب لما بيتحمل بتبقى بالشكل ده، واقدر اكتب عليها. يعني انا هنا بس مثلا اقدر اكتب في عنوان المشروع. ركز كده معايا. اقدر بيظللها لي لما اعمل كليك. بكتب مثلا رأس المشروع اللي عندي. تمام، ماليش دعوة انا برأس المشروع اللي موجود هنا، انا بنزل هنا مثلا عشان اعمل كليك هكتب كأني بتعامل مع الوورد عادي جدا جدا، ماليش دعوة بالعنوان اللي هو كاتبهولي، بظلل الكلام اللي هو عامله زي ما بتعامل مع الوورد، بتعامل مع الكتابة دي لان هو فتح لي صفحة.
تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. Good luck.